طيب خلينا نروح مع حضراتكم لوزارة البيئة. امبارح وزارة البيئة نظمت فعالية مهمة لرصد الطيور المهاجرة على نهر النيل. الفعالية دي بتستهدف التوعية بأهمية الطيور كأحد مكونات التنوع البيولوجي، أيضا الاستمتاع بالثروة الطبيعية من الطيور النادرة والمهاجرة. رحلات طويلة وممتدة بتقطعها أسراب الطيور المهاجرة كل سنة في فصول الربيع والخريف من أوروبا وأسيا وأفريقيا مرورا بمصر، اللي بتعتبر من أهم المسارات لهجرة الطيور في العالم، وخاصة وادي النيل اللي بيجي في مقدمة مسارات هجرة الطيور. وزارة البيئة نظمت رحلة نيلية لمتابعة ورصد الطيور المهاجرة عبر النظارات المكبرة في مجموعة ضمت متطوعين ومؤسسات مجتمع مدني مهتمة بهجرة الطيور عبر مصر. احنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة، وهو بيبقى في السبت الثاني من شهر مايو. ده الوقت اللي هو بتنهي الطيور فيها رحلتها على جمهورية مصر العربية وعلى نهر النيل. هي بتعدي مرتين في السنة، مرة في فصل الخريف ومرة في فصل الربيع. نهر النيل معروف بأنه هو مسار رئيسي للطيور المهاجرة. النهاردة موجود معنا مجموعة في الجولة بتاعتنا في نهر النيل، مجموعة من الطلبة المتطوعين اللي بيشتغلوا معنا في موضوع مشاهدة ومتابعة ورصد الطيور. عندنا أكاديميين من البحث العلمي، عندنا ممثلين للوزارات، لأن وزارة زي وزارة الكهرباء والطاقة لها باع طويل في الحفاظ على هجرة الطيور من خلال الإغلاق الجزئي للمحطات الخاصة بالرياح. يمكن الدليل اللي أنا عايزة أقوله أن الطيور حساسة جدا في رصد التلوث وفي رصد عملية التوازن البيئي. فالنهاردة الطيور دي لما ما بتغيرش المسار بتاعها بيبقى دليل الحقيقة أكتر من أي جهاز متقدم على أن ما زال هناك توازن بيئي محافظ عليه، وما زال هناك نسب تلوث أقل من معدلتها. لأن أول لما نسب التلوث بتزيد أو درجات الحرارة بتعلى جدا عن ما هو متعارف عليه، هذه الطيور لازم أن هي تغير مسارها، لأن البيئة اللي هي اتعودت عليها اختلفت. أهمية الطيور طبعا أن هي أحد المكونات الرئيسية للتنوع البيولوجي اللي بتعبر عن سلامة النظام البيئي. ولما نتكلم طبعا على الطيور المهاجرة حوالين العالم، يبقى احنا بنتكلم على مصر ومنطقة البحر الأحمر، بتعتبر تاني أكبر مسار على مستوى العالم للطيور المهاجرة. وطبعا يمكن احنا تنوع الطيور، احنا طبعا يمكن بيمر عندنا من الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة ما يزيد عن 500,000 طائر سنويا. ويمكن طبعا 500,000 طائر دول بيجوا في مواسم الهجرة، وبتصل لفترات الذروة ل2,000,000 طائر. فطبعا ده بيوضح لك قد ايه ان احنا نعتبر معبر مهم جدا ومسار رئيسي مهم جدا للطيور المهاجرة. فطبعا ده يمكن بيدينا رسالة مهمة قوي ان احنا عندنا في مصر طبعا منطقة مهمة ومعبر مهم لهجرة الطيور. ويمكن دي بقى من 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 هذه الرؤية بتوضح لنا قد ايه أهمية المؤسسات المجتمع المدني وطبعا والدولة في وضع برامج للحفاظ على هذه الطيور بشكل قوي جدا. في الحقيقة مصر بتقع في مسارات هجرة الطيور. عندنا مسار هجرة البحر الأحمر، ومسار هجرة نهر النيل، ومسار هجرة البحر المتوسط. في الحقيقة مصر بتقع في قلب قارات العالم القديم، موقع استراتيجي فريد بتربط قارات أوروبا وآسيا مع أفريقيا. والطيور اعتادت انها تهاجر كل سنه من نصف الكره الشمالي لنصف الكره الجنوبي عشان تهرب من الظروف المناخيه السيئه وتقضي الشتاء في افريقيا وبعدين ترجع موطنها الاصليه. عندنا في ساحل خليج السويس اعلى سرعات رياح على مستوى العالم، وفي نفس الوقت هو مسار هجره الطيور الحوامه، فكان لازم نوفر ليها مسار امن، وكان في تعاون كبير جدا بين الجهات. مصر ضربت نموذج فريد من نوعه في حمايه وتوفير مسار امن للطيور الحوامه المهاجره. وبيعتبر نجاح رحلة الطيور منذ بداية انطلاقها وحتى عودتها مع بدايات موسم الربيع هي أحد وسائل الحفاظ عليها وعلى التنوع البيولوجي، فخلالها بتتعرض الطيور لمخاطر متنوعة، ومن هنا كانت الدولة بتعمل على اتخاذ إجراءات بتضمن سلامة الطيور. الطيور المهاجرة دي بتيجي في أوقات معينة من السنة، بتنتقل من الأجواء اللي هي الباردة إلى الأجواء الدافئة عشان تقدر تعيش فترة من فترات عمرها يعني، وبترجع تاني في أوقات أخرى، بترجع إلى أماكنها مرة أخرى. هذا التنوع البيولوجي البديع اللي خلقه ربنا له دور مهم جدا في توازن الطبيعة. كل كائن حي خلقه ربنا له دور في الطبيعة، فإذا هذه الطيور لها علاقة يعني كبيرة جدا بقضية المناخ، لأن المناخ حركة الرياح وحركة الأمطار وحركة درجات الحرارة، فهي بتنتقل من مكان إلى مكان زي ما قلنا. لها علاقة وثيقة أيضا بقى بتغيرات المناخ،
هو السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هذه الطيور مع تغيرات المناخ المتوقعة، احنا درجات الحرارة زادت على الأرض درجة 2.2 حسب الاتفاقيات الدولية بتقول ان احنا ما نزيدش عن الدرجة دي، يعني ما نوصلش يوم ما نوصل لدرجة ونص، لكن بعد كده مش عايزين نوصل أعلى من درجة ونص. طيب هل ده هيبقى له علاقة بهجرة الطيور؟ هل هتظل في أماكنها لو ظلت هذه الأماكن دافئة بعد ذلك؟ طيب الطيور الأخرى اللي هي أو الأماكن الأخرى اللي لها علاقة بهذه الطيور اللي هي كانت بتروح لها، هل هتتأثر بهذه القضية؟ إحنا كمجتمع مدني مفترض أن جزء من آلية شغلنا الحفاظ على البيئة بشكل عام، وموضوع هجرة الطيور من أوروبا لمصر وإزاي مصر بقت الصراحة لاستضافة الطيور فيها، ده جزء مهم جدا من شغلنا كمجتمع مدني، وخصوصا أن في ناس كتير جدا محتاج تتوعى بإزاي تتعامل مع الطيور المهاجرة، لأن الطير دايما هو بيخاف من البني آدم، بيخاف من الإنسان، إذا الإنسان تعامل معاه بشكل راقي، يعني نشوف ناس كتير جدا كانت بتحط أكل للطيور المهاجرة، هي مش عارفة الطيور هتيجي فين ولا هتقف فين، فكانت بتحط لهم أكل، فالطير يحس بالهدوء وبالأمان. شغل المجتمع المدني طبعا موضوع هجرة الطيور مرتبط بملف أكبر وأضخم اسمه التنوع البيولوجي وصون الطبيعة وحماية الطبيعة، كل الملفات دي هي شغل من شغل المجتمع المدني. بتمر بمصر أعداد كبيرة وأنواع مختلفة من الطيور المهاجرة، وهي من أهم مسارات الطيور المهاجرة في العالم لموقعها المتوسط بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، وبيمر عليها سنوياً حوالي 500 مليون طائر في موسم الهجرة. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر. الحقيقة موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي المهم جدا خلاها استراحة مهمة جدا للطيور المهاجرة، بيجي كل سنة في موسم الهجرة سواء في الربيع أو في الخريف، عندنا موسمين للهجرة، بيجي حوالي 2 مليون طائر، 500 نوع منهم 37 من الطيور الحوامة. عشان كده احنا عندنا مشروع مهم جدا اسمه صون الطيور الحوامة، ازاي كمان بنحافظ عليها، لان ده طبعا عامل جذب سياحي مهم جدا. مصر خدت اجراءات كتيرة جدا للحفاظ على هذه الطيور في الفترة اللي بتكون موجود فيها في مصر وقت الهجرة، على الاقل بنوقف طواحين الهواء اللي بتعمل على توليد الطاقة الكهربائية، وده طبعا حفاظا على التنوع البيولوجي يا جماعة. صحيح طبعا يا شاذلي، ده غير ان هو كمان في سياحة خاصة ومرتبطة بهجرة الطيور، حقيقة ان مصر كمان يعني بتعمل على مشروع سياحي كمان عشان الناس المهتمة بفكرة هجرة الطيور، زي ما سمعنا كمان هي بس مش فكرة انه موقع مصر الجغرافي وسياحة الطيور المهاجرة، لكن هي فكرة انه التنوع البيولوجي ومسار الطيور ده في حد ذاته زي ما سمعنا في التقرير مع حضراتكم، ان هو كمان بيبقى مؤشر لما يحدث حولنا في المناخ العالمي، بما ان احنا عندنا كمان دلوقتي شايفين انه في اهتمام يعني اهتمام بشكل كبير جدا بملف المناخ نظرا لما طرأ عليه من تغيرات.